السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم اللي غادي الصحيصة تاعنا اللي غادي نتكلموا بالتفاصيل عن المفاجأة الصادمة عن راتب بن ناصر في ميلان. نقولوا بلي شوف باش يكون على بالكم وين الصعوبات اللي راه يتلقى بهم بعد نهاية الموسم. شو كيفاش الصعوبات، رغم انه قطعة اساسية، رغم انه شو كيفاش خاطش عليه. نعطيكم واحد المعلومة بالك ما يكونش باش الاغلبية بالك ما على بالهمش. ميلون والانتر ميلون هذه يعني تتعامل بالعنصرية، انتر ميلون ما فيهاش العنصرية، وميلون هذه فيها العنصرية، ميلون فيها العنصرية والانتر ما فيهش العنصريه، باش يكون على بالكم. شو الانتر ولا لوكاكو، شو منا شو منا، كاين لاعبين اللي يلعبوا نورمال في الانتر. حنا نروحو كنعاودو نولو نتكلمو غير على جمال مصباح، خطره ماركا كونتر جوفنتيس 100 بي تاع تيت بلونج 100 على الطائر، الشعب ما صفقش عليه. الشعب ما روحو عاودوها، روحو عاودو 2013 وقيله ولا 2012 وقيله 2012 وقيله، الشعب ما صفقش عليه. كونت جوفنتيس تيت بلونج ديريك، كان يبغيه جوير برك، ذاك الفرنسي هذاك اللي شعرو صفر، هذاك اللي كان يبغيه، ومليان مكس اللي شمو يا ودي. الشعب وما بغاش، الشعب مي ماركا كونت جوفنتيس، الشعب وما صفقش. روحوا شوفوا البارتيه، روحوا شوفوا البارتيه، مي ماركا الى مصباح ماركا تيت بلونج بنت خرج لهم من تحت الارض، خلعهم بنت مكاش بنت في ذاك الموسم احسن هدف بصح كملوا غيه تربح باش يكون على بالكم. ونشر مواقع قائمه لرواتب لاعبي نادي اف سي ميلان الايطالي خلال الموسم الكروي الحالي، حيث كشف الموقع على الكثير من المفاجآت، أبرزها حصول ابن مالديني واللاعب ميلان الحالي دانييل مالديني على راتب مليون و700 ألف يورو، وهو الراتب الأعلى من راتب الثنائي بن ناصر وثيوب، رغم أنهما قطعتان رئيسيتان في التشكيلة تاع ميلان. ويمتلك الحارس ميلانو الراتب الأكبر في الفريق، حيث يتحصل على راتب سنوي يقدر ب 6 ملايين يورو. كي نقولوا الانتر وميلون، يعني انتر انترناسيونال ميلون كيما نقولوا حنايا، ميلون الانتر ما فيهش العنصريه، بصح اف سي ميلون فيه العنصريه. اف سي ميلون بكري ما كانت فيها العنصريه، تكون بالعنصريه باش يكون على بالكم. فيما يمتلك بن ناصر راتب اضعف برفقة كل من اللاعبين اللي هما أساسيين من بين اللاعبين الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية في أغلب مباريات ميلان هذا الموسم. كي نعاودو نولو نتكلمو على بن ناصر، بن ناصر لعاب قطعة أساسية، لعاب كبير، لعاب من نقولو بصح حنا رانا شوف مش رانا نطيحو قيمة تاعو ولا حاجة باش يكون على بالكم. أتكلي تهدر كيما هكا يدلك أنت تطيح، لا ماشي حنا يا هما احنا بالنسبه لينا احسن لعاب في العالم، ميليو تيرا احسن لعاب، هما غرقوا فيه في الاوروب لازم يطلعوا ولاد بلادهم. ما يعطيكش احسن لعاب لواحد مسلم، والله ما تديها كاع، والله ما تديها كاع، يديرك مشاكل. له ضربوا هما تميلو، راهم يحوسوا على لعاب في الخفاء اللي ما يسيبوش واحد كيما هو متوسط، والله ما يخلوه، والله لا باعوه ميلون، والله ما يخلوه. قلت لكم ميلون ماهيش اداره غبيه، ميلون ماهيش اداره غبيه، مايغري هو باغي يزيد ولا مزين نيتو باش يخدم باش بصح يديروا كاين مشاكل. اللعابه الجزائريين مسلمين يديروا لهم مشاكل، ما نقولش لعابه جزائريين، مسلمين يديروا لهم مشاكل، خاصه الجزائريين يديروا لهم مشاكل، والله العظيم اللي يهبلوهم من رسالهم. انا نقول لكم راه محرز في مانشستر، شو داروا له؟ مشيطينه في مانشستر راه عام اللي فات 2019
كارديو دومي فينال شي خرج لك، خرج لك باللي خدامه راهي شافيه وراهم في الشرع وراهم منا وراهم منا، عرفت شو كيفاش؟ دائما يديروا لك يديروا صوالح، ما يخلوش اللاعب لاعب عربي باش يطلع يا ودي اللي يقلك باش تطلع عربي تطلع تفوت فوت قدام ولدهم ما دارش اوروبي ما دارش فرنسيه، كون ما تكونش عش خطرات خدموا ولادهم والله ما تدخلها، والله ما تدخل. هذيك راني نهدر فيها، نهدر مع تاع خنشله هذاك هو اللي بدا يقول لي ما تجبش اسمي، وسمحوا لي خاطر علاه يقول لي ما تجبش اسمي، تولي سي جبت اسمه ولا يزعف ولا حاجه ما نبغيش نجبت اسمه، واعدو بلي ما نجب. هو من خنشله مدرب مكون في ليون، هو بهذا الفوق هذه قالها لي. زيد خونا خالد هذاك اللي كان في لامسيه هو من الحراش اللي حاوزه حاوزها بالشيخ اللي قال لهم انا طرت مدربين تاع صحاب تشيبا، هما لا طرت الملاح طرتهم راح جاب صحابه باش يدو تشيبا، راه في مارسيل راه مكون في مارسيل، درت لكم التصاور تاعه راه في مارسيل. قال لي والله وما تكونش، قال لي شفت حاجه، قال لي كاين جزائريين يلعبوا، قال لي كوم يكونوش يعصروهم ويسيبوهم باللي ملاح، قال لي والله ما يقبلوهم، قال لي متوسط والله، قال لي مع ولد مع ولدهم، قال لي والله ما يفوت، قال لي يفوت ولدهم في التاس يفوت ولدهم، ما على بالوش بيك هي جايه كيما هاك، هذه هي على ذلك. باش هذو اللاعبين اللي راهم عندنا في المنتخب الوطني ولا بالناصر ولا محرز ولا زفان ولا هذو هذو، كون ما كانوش خادموا ولادهم والله ما يدخل، والله ما يدخل صورتو. هذو الكبار شويه كيما فيغولي كيما الاخر دخلوا مساكين والله العظيم والله ما يدخلوا، كون ما كانوش عاش خطرات خدموا ولادهم والله ما يدخل، والله ما يفوت، والله ما يفوت في التيست. هذيك اليوم كي نهضروا على بن ناصر، بن ناصر حنا بالنسبه لنا الله يجعل يقعد يلعب، حنا نشوفوا فيه 100 جوار، نشوفوا فيه 100 جوار بصح بالنسبه لنا يقعد يلعب وصعيب، خاطش هما ما يخلوش باش يكون 100 جوار. الريال 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 راحوا باعوا لعاب، راحوا باعوا لعاب شي يديروا بيجيبوا ذاك ديبالا ولا ما عرفتش بيجيبوا ذاك تاع ميليو تيرا تاع تاع جوفنتوس. شو كيفاش حنا كي نقول لكم بلي هما هضروا على الجواره يحطوهم في اللائحه اي سليمان يلعب لي فات البارسا ماشي دايرته هماكم، مانشستر يونايتد ماشي كاع قلنا صايك راح لمانشستر سيتي، مانشستر يونايتد في المشتى صايك راح صايك قلنا صايك يا ودي بنا يا ودي سليماني صايك راح في مانشستر سيتي، من بعد راح داروه في القائمه خط ديروه ويخلوه ربعة خمسة تاع اللعابه على راح الله يجعل لي روح ان شاء الله بربي بالرحمه تاعنا الله يجعل هذاك اللعاب الله يجعل نتمنى له غير خير. كنت شا كنت نقول لكم كنت نقول لكم راني نتبع في ذاك الالماني ونتبع في بالرحمه، نتبع في الموقع تاع تاع تشيلسي الموقع الرسمي تاعهم، قلت لكم بلي لعابه كيفاش كيفاش شو كيفاش راح الالماني هو الاول، عرفت شو كيفاش كيفاش يخدموا يخدم يخدم لك خدمه يخليك حاصل ماشي لعاب. انا بالرحمن بالرحمه الله يجعل ان شاء الله بربي خاطر على نحتاجوا هذو اللاعبين الجزائريين نحتاجهم، راه عندنا تحديات كبار، عندنا كاليفيكاسيون كوب دافريك اللي مازال ما كملش كاليفيكاسيون، ماشي قضيه ما نكاليفوش نكاليفو نكاليفو خاطر علاه نقول كيما هكا لازم لنا لاعبين وفره في المنتخب الوطني على الاقل 60 لاعب على الاقل، كنا عندهم بالمئة لاعب عندهم بالمئة لاعب، الناس تروح السنغال 100 لاعب، نيجيريا 114 لاعب، كاميرون تاع شرع عندها كوتيفوار كاع عندهم، على هذيك نقولوا لازم لنا الوفره خاطش عليه. عندك كاليفيكاسيون تاع كوب دافريك مازال ما كملتش، عندك كاليفيكاسيون كوب دي موند، عندك عندك كوب دي موند كوب دافريك وتزيد تلعب كاليفيكاسيون كوب دافريك وعندك كوب دافريك تاع كوتيفوار وتدخل كاليفيكاسيون تاع كوب دي موند فانيك، على هذيك رانا نقولوا بلي يا ودي المنتخب الوطني وعلاش واللعابه هذو لا شارج عندهم، عندهم برمجه جهنميه السنة غادي يبداو فيها ماشي لعبه يا جماعه، دي حسب غادي عندهم وقت قصير، عندهم غادي يلعبوا عندهم الكوب دي الكوب دورو تاعهم لورو تاعهم اللي غادي يلعبوه،
عندهم تشامبيونز ليغ، عندهم اوروبا ليغ، عندهم الشامبيونات تاعهم، عندهم كاين بزاف صوالح. التصفيه تاع اوروبا ليغ، التصفيه تاع فينيك، عندهم التصفيه تاع الشامبيونز ليغ، ما هي سهله. قارع كلش، قارع اللاعب يولي في المستوى تاعو، لاعب اللي يطلع، لاعب يتبليسه، لاعب يبرا، قارع كلش، دير كاع الاحتمالات تاعك. اللي يعرفونا يعرفني شاني نهضر على ذلك. اليوم نعاودوا نولوا نتكلموا حنايا في الاخير، نتكلموا على بن ناصر، وين نتمناو لبن ناصر الكل كما يقول لك، نتمناو له الخير، نتمناو له ان شاء الله بربي هذه المشاكل هذو تاع الاخر ان شاء الله بربي ما تكونش كاينه، خاطر على بن ناصر ابن الجزائر، وماذا بينا ان شاء الله بربي دائما يكون في المستوى ودائما يقدم مستويات كبيره. اللي ما نخافوش عليه، ما نخافوش على بن ناصر، بن ناصر انا ما نخافش عليه، بن ناصر وين اي فريق يروح له يربد علامه صحيح.